فير بلاي نحكيه على اتحاد تطاوين إحالة 6 ملاعبية من الفريق على مجلس التأديب بعد مقابلة الفريق يوم أمس في كأس تونس ضد الأولمبي لبيجيا. باش ناخذوا التفاصيل الكل أسباب الكواليس من عند رئيس الجمعية السيد عاكرم الفوضالي. عاكرم مرحبا بك. أهلا بكم. مرحبا بكم. مرحبا بالسادة المستمعين كل. مرحبا بك. شنو الأمور؟ لاباس؟ لا لاباس الحمد لله. فينا الحمد لله مشكروه. الحمد لله. تكوين على كل الحمد لله ضمنة البقاء نتاعها من قبل الجولة الأخيرة. بون صحيح ماهوش إنجاز كيما يقولوا بعض الأحباب حتى طويل. ولكن كمان زاد عملنا اللي في موسم صعيب. حققنا الأهداف من بين الأهداف المنشورة للموسم 2021. اكيد هدف مهم يبقى بون انج... مش مرة. مش انجاز كبير لكن حاجه محترمه انه انه محترمة. انه الفريق ما طاحش معناتها حاجه باهيه معناتها حاجه باهيه يعني كيبات كبار وعملاقه كما الكليب الافريكان كما الملعب التونسي كما بزارتي كما متلوي ما نبقوا حتى لاخر جوله باش ينتظروا انا شكون اللي يعبس شكون يعبط. هو بصراحه سي عاكرم الفريق هو بصراحه حتى كوره من احسن فرق تلعب كوره لو ما يستحقش حتى انه كان يلعب ارتفاع نزول لاخر لحظه سواء مع شكر الخطوي ولا حتى مع المدربين اللي قبله. هاي. الفريق يكون مليح معنا الفريق به والله. شوف بالنسبه للموسم هذا على كل تعرف انا جميع الاتحاد الرياضي بالتطوين 14 لاعب يركز في المستويات كلهم غادروا بقينا معناها نعملوا في 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 برنامج معناها كان الانسان بدينا من جديد معناها تقريبا جزء من اللاعبين كل غرزوا دونك وقع انتداب العديد من اللاعبين اللي لعبوا على كل على كل معناها في في مجملا عملوا اللي لازم عليهم مازال اللاعبين كلها اكثرتهم اذا كان ناخذ تقريبا ثلاثه عناصر اربع عناصر اللي هما يكتسبوا الخبره ما تبخوا كل ما اول عام يلعبوا في الليغا طبعا هذا يخليهم العطاء نتاعهم تبقى في بعض المقابلات مش منتظم في الاخر وصلنا والحمد لله كان عملنا الاخطاء اللي ربما اللي فوفا اللي عملناها في نجيب خطاب وهي ما كانش تعرفها حتى طيب ما كانش يعرفها كان ديما نجاح في نجيب خطاب اللي عملنا الموسم الماضي عملنا تقريبا خمسه عثرات في نجيب خطاب اللي ما عمرها صارت. اذا كان نجحنا في نجيب خطاب راه التطوير ربما توا عند 39 نقطه ولا 40 نقطه راه بريحيه كبيره ولكن هذا رجع طبعا بعدم الخبره الملاعبين جد وكذا. على كل ان شاء الله العام الجاي يقع انتداب ويقع تدعيم الفريق بعناصر اخرى قادره انها يحقق الاهداف المنشوده من ان شاء الله من جولات الاولى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكيد هذا نتمناه الفريق اتحاد تطوين به. الموضوع الرئيسي نتاعنا سي عاكرم هذا اليوم تفاجئنا والبارح في الليل إحالة 6 ملاعبية من الفريق ظهر لي صلح لي كان غلط الملاعبية هما كوني خلفه ياسين بوفيلغا ياسين بوعبيد أحمد الرداوي مرتضى بن سعادة وفرات السلطاني على مجلس التأديب بسبب ما نعرفش الأسباب الحمد لله من عندك أنت بعد مقابلة الأولمبي الباجي. ما على يعني كل هو طبعا أنا نحب المناسبة هذه أنت كتحت لي فرصة باش نذكر الملاعبية هذوما اللي ذكرتهم الستة هذوما نشكرهم على كل لأنهم يعني أدوا أداء كبير في الموسم هذايا وخذوا على عاتقهم مسؤولية البقاء في هذا الرياضي بالتطوين. بون على كل هي ما ثمش التأديب بمعناه كبير وهذه ربما هي كويزين انتر نتاع الاتحاد التطوين لان في الاخر لاعبيتنا كل معناها بدون ذكر الاسماء لان ما نحبش نحتفظ بالاسماء لان وليداتنا كلهم ما نحبش ثم اللي عنده مازال ينتظر مستقبل كبير ولكن الواقع نحب اللي ذكرتهم انت هذوما ومن وراهم هم اللاعبين كل معناها نتاع اللي ساهموا في الموسم هذا نحب نشكرهم هذوما كما فيهم زي ذكرتهم تو كوني ياسين بوبيد كلهم ملاعبيه عملوا واجبهم اثنين صحيح الله غالب يتقع الاخطاء تقع الحاجات كثيره ما ثمش تقع في الواقع ما ثمش تخاذل ولكن وقع معناها ربما نقولوا سوء تفاهم اضطرنا ان باش نعملوا المجلس التأديب لانه تعرف ان العام الجاي قادمين على موسم صعيب موسم مستاهل. شنو صار سي عاكرم انضباط غابوا على التربص اللي سمعناه خرجوا من ستاج شنو صار بالضبط؟ لا لا لا, لا لا ما خرجوش لا 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 ما خرجوش ما ثمش ملاعب يخرج من ستاج لا لا ثم ربما هو وقع معناها تنصيص على موعد دخول الستاج يوم السبت هما ثم بعض الملاعبين مش كلهم ثم تقريبا ثلاث عناصر فقط اللي هما نجوا من غدو الصباح واضح للنزل المدرب كان عنده معنا طبعا مدرب وكما يقول مدرب ومن وراء النائب في حد رياضه التطوير اللي هو مشرف على قسم الكابر في اوكرانيا كان عنده قرار على اساس انه فرض الانضباط ما ثماش تقاعد في مقابله كاس عندها قيمتها هكذا بدليل امس معناها في حد التطوير ما بينش الوجه المعروف والمعتاد مناسبة لي نحب نعتذر للاحباء في حادث التطوين على المردود الهزيل اللي سمحنا الناس كل غير مرضي من الملاعبين اللي احنا عندنا فيهم ثقه معناها الملاعبين هذو هم اللي عملوا المنشاه الملاعبين هذو هم اللي دخلوا هزوا تطوين البرلمان ما هاك على الامور واحنا ولوموا كله على كل هي
المجلس الجديد باش يقع بشيحة نقاش، ولكن باش يقع مع اولادنا ماهوش باش يقع مع ناس اخرين. اولادنا هذوما عملوا اخطاء وحنا نوقفوا مع بعض حتى في الاخطاء رانا نحترموهم ونجلوهم ونحترموهم، ولكن في الاخر ما هو اللي مجلس هذيك ولا بد فرض الانضباط حتى مع اولاد الانسان مش مع الجمعيه. معناتها العقوبات ما تنجمش توصل القطيعه ولا حاجه مع لا 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 قلت لك بالعكس انا كنت نشكر في الاولاد كلهم بما فيهم اللي هما اللي عملوا الجهاد معناها مش جهاد هذه اللي عملوا معناها التاخير يقولوا تربص لا مش خطيئه بالعكس. هما طالبوا بمستحقاتهم ولا شنو بالضبط؟ لا لا ما عندناش مشاكل مستحقات صحيح. انا التطاوين تعيش ازمه ماديه معناها كما الفير الجميع الكل، ولكن ما عندناش مشاكل نتاع خاطر يقول القائل علاش جاو مؤخر، ما علاش خلفوا بنهار؟ جاو مؤخر كانوا يشططوا في منظر العاديه كلموني انا وبرسونو قالوا لي يلا غلب ما نرزموا يطلبوا الاعتذار وكذا. كانوا في بنزرت فهمت ثلاثه هما منهم كانوا في بنزرت حبوا معناها يزيدوا نهار ربما بدلاله بن ظفري، ولكن تعرف الكوره والتظاهرات الكبيره كما الكاس هذايا ما فيش الواقع معناها عثرات من نوع هذايا تاخير يوم على التربص اللي نحن نحضروا المقابله ضد فريق محترم جدا معناها باجه دونك على الغالب على كثارته وثم مجلس تاديب، ولكن مجلس تاديب بين البابا واولاده معنا مش مجلس تاديب بين حد بعد. بديتوا تحضروا موسم جديد ولا ايه؟ خلينا نستغل الفرصه وجودكم معنا. اكيد من مقابله الملعب التونسي اللي ضمننا فيها تقريبا بصفه رسميه المنديان تاعنا حضرنا وبدنا نحضروا وبدنا نحكوا على الملعبيه اللي عرفنا النقائص النقاط اللي فيهم الثغره طبعا. استاف تكنيك باش يواصل مهام وشكري الخطوي. ما زلنا اعطيناه الاولويه اللي هو طبعا في شكر خلفي يستاهل في شكري الخطوي يستاهل كل خير لازم معناه شجاع خذي ليكيب بعد الكوتش كان القصري بالمناسبه دي حطوه نشكره لان خذيه حطوه بزمام الامور من المره الاولى رغم ان الزاد البشري ما كان يخوف بدايته دونك معناها حبيت نشكره ونشكر شكري خطوي وكل من عاونه الاطار الفني كل والاطار الطبي وكل على كل احنا ديما الاولويه كيما نقول القاعده في كره القدم يقول لك اللاعب ولا الاكيب الرابحه ما تبدلش اذا كانت في شكري طبعا شرفنا وشرفنا خدمنا مع بعضنا ما لقينا منها الخير والنهي طبعا احنا ما عمرنا اتصلوا بمدرب الا اذا كان هو معنا عنده برنامج اخر ولا كذا نحترموا كل قراراته وهذاك ولدنا واخونا وعاشرنا مليح وما لقينا من الا الحاجه باهيه والبقيه زملاء كلنا ان شاء الله. واضح يعطيك الصحه شكرا لك سي اكرم على تدخلكم معنا. شكرا في اسلام وبالتوفيق ان شاء الله الاتحاد تطاوين في الموسم القادم. يعيشك يعطيك صح. شكرا مازال فاصل ثم مكملين في البلاي بعد شويه نكملوا اخر جزء من حصتنا اليوم حتى لما 9:30.